السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، أداة جديدة مجانية 100%، أداة ممتازة وسهلة الاستخدام، زائد أهم شيء إنها بتحل مشاكل التعريفات في معظم الأجهزة اللي عندها مشكلة بالتعريفات، يعني بتشتغل بشكل سلس. يا ريت بداية ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندنا جهاز ايفون 7 مسكر اي كلاود، راح اترك لك رابط تحميل الاداء موجود بالوصف، اسمها بروكيورا رام ديسك برو. طبعا هذا اخر تحديث للاداء، اخر تحديث موجود للاداء نزل اليوم اخر نسخة. تفتح معك بالشكل هذا، هاي الواجهة خاصة بالأداء. زي ما شفتوا أعطت معلومات الجهاز، والجهاز مشبوك بوضع التشغيل. أول خطوة بدك تعملها، أنا عملتها لكن بدي أشرح لك إياها. بتضغط هون، بتضغط على ICID، بيعمل كوبي زي ما أنت شايف. بعدها بضغط على الخيار اللي تحته ريجستر، راح تكون عندك باللون الأحمر، تضغط عليها تفتح عندك الشاشة بالشكل هذا. مجرد ما فتحت بتروح على هون الفراغ وبتعمل لصق، وبعدها بتعمل ريجستر. لما تعمل ريجستر بيعطيك انه الكود تمت العملية بنجاح. هيك بتكون خلصت، عملت تسجيل للجهاز تبعك على الأداة. طبعا كل شيء مجاني، الأداة مجانية بالكامل. طبعا اذا اي مشكله واجهتك بالتعريفات، في عندك فيكس درايف تكبس عليها هون بتحل لك المشكله مباشره تلقائي. نروح على الخيار التالي واللي هو الاوبشن، نضغط عليه، نختار خيار جيل بريك، نعمل باك، بعدها بنعمل ستارت والجهاز بوضع التشغيل، نعمل ستارت، بعدها بنعمل نيكست. هنا الأداة راح تدخل الجهاز بوضع الريكفري. دائما بنحكي نفس المعلومة يا جماعة، عشان تنجح معك أي عملية رام ديسك أو عملية تخطي لحساب الآي كلاود في الأدوات، لازم تدخل الجهاز بوضع الريكفري زي ما صار الآن. الخطوة الثانية ما ندخله بوضع الديفيو مود. الديفيو مود في الآيفون 7 لازم تضغط خفض الصوت مع الباور، وبعد 5 ثواني بتضغط، بترفع ايدك عن الباور وبتضل ضاغط على خفض الصوت بالشكل هذا. نجهز وبنكبس ستارت وبنكبس الزرين مع بعض. انا بالعادة بنتظر لغاية ما تصل عند رقم 8 زي هيك، وبرفع ايدي عن الباور بضل ضاغط على خفض الصوت. شبك الجهاز بوضع الديفيو مود، وزي ما شفتوا بحكي لك كليك هير، بضغط هون عشان يبلش جيل بريك، بضغط على الجهاز. يا ريت اذا مش عامل لايك تعمل لايك، ويا ريت تشترك بالقناة بتدعمونا نكمل وننزل لكم كل الادوات الجديدة منها المجانية والمدفوعة. طبعا صار عندنا هيك 4 ادوات مجانية، رام ديسك روم اف دبليو، اسف 007 رام ديسك اداة حفيدك، وهي الاداة بروكيو رام ديسك. طبعا كل واحدة راح اترك لك اياها بقائم التشغيل، بتلاقيها بالقناة لوحدة. زي ما شفتوا الجهاز تمت العملية بنجاح وعمل جيل بريك زي ما ظهر عندكم بالشاشة. الان نعمل دن، نرجع على الوضع الشاشة اللي هون، ننتظر للجهاز يفتح ويتعرف على الأداء. زي ما شفتوا اشتغل الجهاز. الآن بروح على أوبشن، وبروح على خيار جنريت أكتيف تيكتس، بروح باك، بعدها بعمل ستارت، بعمل بعديها هنا بضغط جنريت فايلز. هنا ببلش يعمل تحميل للملف زي ما شفتوا، حمل ملف خاص بالتفعيل. بسكر هون وبضغط اوكي وبعمل دن. خطوة اللي بعديها مباشرة بروح على اوبشن، وبروح على
الو باي باس جيلي بريك، خيار هذا الموجودون، واضغط باك. بعدها طبعا جهاز هون بوضع التشغيل وعليه جيلي بريك، واضغط ستارت. بعدها بعمل باي باس اي كلاود. بفضل انك تحط مربع هون، هذا المربع اذا ما بدك تعمل السيت اب، يعني ما بدك تعمل التالي التالي واللغه والكذا وتدخل في الحوار، هذا تختار المربع هون عشان يتخطاها بشكل كامل، وبتضغط باي باس اي كلاود. تمت العمليه بنجاح. ننتظر للجهاز يفتح. فيها كثير اوبشن، فيها كثير خيارات الاداء. خلص طبعا هون الاداء، بورجيكم هون الاوبشن اللي فيها. هون عندك باس كود باي باس، عندك باس كود هون جيلي بريك، وهون رام ديسك. عندك هون اذا كان جهازك عليه اي كلاود وانت ما معك كلمه السر، يعني جهازك مفتوح بشكل كامل ولكن ما معك كلمة سر. زي ما شفتوا الجهاز فتح بشكل كامل هون. هلا برجع بشرح لكم على ده. نرجع زي ما شايفين فتح بشكل كامل. بنعمل هيك بنعمل هيك. معناها الجهاز لأنه ما عليه بصمة، عشان هيك زي ما شفتوا فتح الجهاز بشكل كامل. عندكم هون الأداة يا جماعة، هاي العمليات الباسكود. راح أشرح على جهاز طريقة عمل الجهاز اللي عليه باسكود عشان يفتح مع شبكة. هنا إذا كان جهازك شغال بشكل كامل ولكن عليه آي كلاود، يعني هون عندك آي كلاود وأنت ما بتعرف كلمة السر تاعته وبدك تعمل تسجيل خروج، فبتستخدم هاي العملية. إن شاء الله راح أشرحها برضو في فيديو لحالها منفصل. بضلش يعني أنت بس تشيل الآي كلاود من هذا الجهاز، الجهاز بضل شغال بشكل رسمي، يعني بتحط عليه آي كلاود جديد مش تخطي، يعني أنت بتعمل بتحط آي كلاود جديد، بتقدر تعمل أبديت، بتقدر تعمل ضبط مصنع للتليفون، وبتقدر تعمل كل إجراءات كأنه التليفون مفتوح عادي، يعني بس في حال انه كان عليه اي كلاود داخلي وانت مش عارف من هذا الخيار. وفي عندك هذا الخيار اللي استخدمناه، هذا للام دي ام. للام دي ام شرحنا فيديو عنه، للي بيكون مسكر من خلال الشركات مش اي كلاود، في برنامج حمايه عشان ما تدخل على المنيو من هون. هذا بيستخدم هذا الخيار. هون اذا كان جهازك عليه سكرين لوك، يعني معطيك انه بتقدر تحط الرمز بعد 5 ساعات، بعد 3 ساعات، بعد ساعتين، وفي أوقات بتكون أكثر. عشان تشيل الرمز تاع الوقت بتشيله من الخيار الموجود هون. هاي التيكت اللي شرحناها الآن. وعندك هاي كمان لتغيير السيريال نمبر للجهاز، هاي ممتازة كمان. يعني بتقدر تعمل جيلي بريك، بعدها تعمل تشينج سيريال نمبر وتغير سيريال نمبر تبع الجهاز. هذا كان شرح الأداة. الأداة ممتازة، كثير ناس راح يستفيدوا منها خصوصا اللي عندهم مشاكل في التعريفات. هذا كان الفيديو لليوم، نراكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.